عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم جميعا في قناتي. اليوم عندي لكم فيديو، بزاف ديال الناس طالبين هذا الفيديو هذا، وبزاف ديال المبتدئين والمبتدئات، يعني فيديو طريقه تحضير حلوه ديال الزنقه، يعني حلوه ديال الكوك ديال الدرهم 50، وباش تجيكم ناجحه 100%. تبعوا معي الطريقه، ولكن قبل ما نبداو طريقه تحضير هاد الحلوه هذه، اليوم عندي لكم واحد جوج قنوات للمساعده ودائما المساعده. القناه الاولى الشهيوه الداري مع حفيظه، القناه الثانيه ابتكرتو في المطبخ مع نوراء، بالنسبه للرغبه ديالهم غنحطو في صندوق الوصف، وفي نفس الوقت غنكتبو فوق التعليق بغيتكم كلكم دوك القنوات اللي باغي المساعده يدخلوا عند هاد جوج القنوات هادو ويشتركوا في قناتهم ويكتبوا تعليق باسم قناتي. ولكن الله يجازيكم بخير، خاصكم تقراو الفيديو على الاقل 3 دقائق او 4 دقائق باش الاشتراك ديالكم والتعليق ديالكم ما يتلغاش، لان بزاف ديال القنوات تيتشكوا من هاد المشكل هذا، ان الاشتراك والتعليق تيتلغى من بعد 6 سوايع او 7 سوايع، لانكم ما تتقراوش الفيديو، على الاقل قراو الفيديو باش الاشتراك ديالكم ما يتلغاش والتعليق ديالكم ما يتلغاش. واحد الحلوه بزاف ديال الناس صابينها، يعني حلوه رائعه جدا كما تشوفوا، شوفوا الشكل ديالها باش تحصلوا على هذه الطريقه هذه، هذه النتيجه هذه وتعطيكم نتيجه ايجابيه. تبعوا معايا الطريقه وفرجوا متاع الجميع. باش نحضروا هذه الحلوه ديالنا ديال الكوك المعلكه، بزاف ديال المبتدئين وبزاف ديال المبتدئات ما تنجحش لهم هذه الحلوه هذه. تبعوا معايا الطريقه، عندي هنا 250 غرام ديال السكر حبوب، تقريبا كاس عنبه يكون عامر، وجوج كيسان عنبه الا ربع، 250 غرام. دائما نعبروا بالميزان باش الوصفه ديالنا تنجح علينا. ثم غنعملوا كاس عنبه ديالنا، كاس الاول، ثم نضيفوا نصف كاس يكون وافي ديال العنبه، انتما تشوفوا جوج كيسان الا ربع، يعني كاس ونصف، نصف يكون وافي. ثم تنعملوا هاد المقادير هادو فوق النار حتى تيولي بحال العسل، يعني حتى تنحصلو على العسل، ولكن مخصناش نخليوه يتحرق، يعني ملي تنحسو بالسكر ديالنا طاب مزيان هو الماء تيكون خافت، ونهبطوه باش نضيفو الخليط. غنمشيو للمرحلة الثانية كما قلنا، نديرو فوق النار، أنا غنعملو فوق البوطة، سعدت البوطة ديالي، نخليوه حتى تيطيب مزيان حتى تيولي بحال العسل. بقاو معايا في المرحلة الثانية، حنا راه عملنا في المرحلة الأولى عملنا السكر كما قلنا، 250 غرام ديال السكر حبوب، وكاس ونصف يكون وافي ديال الماء فوق النار باش يصبح بحال العسل. تناخدو الباسينة ديالنا، ولكن دائما الباسينة نمسكوها مزيان، ما يكون فيه لا ماء لا زيت، باش يطلع لينا الأبيض البيض. عندي هنا أبيض البيض، لخمسة ديال البيضات، وعندي هنا 200 غرام ديال السكر، غنطلعوهم مزيان في هاد الآلة هدا، في هاد الآلة هدي، يمكن لينا نطفيو هاد الآلة هدي، نقلبو هاد الباسينة كيما هو فوق النار، غير يدفى واحد شوية باش تنشف إلا كان فيها الماء. الطريقة راه سهلة، أبيض البيض لخمسة ديال البيضات، ثم 200 غرام ديال السكر حبوب، سكر سنيدة، ثم تنضربو هاد السكر هدا وابيض البيض حتى يطلع مزيان حتى يولي بحال الميرانغ. بقاو معايا، سكت الماكينه باش تسمعوني، باش تسمعوا الارشادات والنصائح. انا سكت الماكينه الاله كما قلنا، حتى تنطلعوا ابيض البيض والسكر عادي. يمكن نضيفوا كاس عنبه ديال السميده ديال الحرشه، وجوج معالق كبار يكونوا عامرين ديال المربى، انا ما عنديش المربى، غنستعمل العسل. وعندي هنا 250 غرام ديال الكوك، يعني جوج العيند، ولكن الله يجزيكم بخير يكونوا من النوع الجيد. انا غنخدم الماكينه باش نطلع الابيض البيض مزيان. من بعد ما ضربنا ابيض البيض والسكر كما قلنا، تنضيفوا كاس عنبه ديال السميده، وتنضيفوا جوج معالق كبار يكونوا عامرين ديال المربى، انا ما عنديش المربى، استعملت غير العسل، ضروري هذا المربى هذا
باش يعلق لينا الحلوه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا واش يمكن لينا نقص السكر هذه الحلوه دي، راه ما يمكنش ليها ما يمكنش ليك تنقص السكر. هذه الحلوه دي راه تتكون حلوه، ثم تنضيفوا 250 غرام ديال جوج الهيل كوك، ولكن خص يكون من النوع الجيد. تنخلطوا الخليط ديالنا غير واحد شويه ينسجموا المقادير، وغنتسناو السكر ديالنا يطيب. من بعد ما تخلص الخليط ديالنا كما قلنا غنتسناو السكر ديالنا يطيب. تطيب السكر عاد يمكن نضيفوه على هذا الخليط هذا، بقاو معايا. بعد ما طاب السكر مزيان اللي عملنا فوق النار كما تشوفوا راه باقي سخون، تنخويوه وهو باقي سخون في الاله ديالنا، وغنخدمو على البريميير. نخويوه باقي سخون وغنديروا ليها النار كما قلنا السرعه تكون قليله غير البريميير. نزيدو ليها شويه ديال السرعه ومره مره نحركو في الجناب ديال الاله. انا سكت كما قلنا مره مره نحركو في الجناب ديال الاله باش يتخلط الخليط ديالنا مزيان، ونعاود نديرو ليها امر غير واحد جوج دقائق ثلاثة دقائق. بقاو معايا، الورقة تجي رائعة جدا. خاصكم غير تبعوا الطريقة وسمعوا النصائح. الخليط ديالنا هو موجود دابا، غنبداو ندرسيو الحلوة ديالنا، بقاو معايا. نحتاجو لا بوش جايب حلواني ولا دوي يكون سامبل كما تشوفوا. الطريقة راه سهلة، الحلوة راه تجي رائعة جدا. انا حطيتها لكم غير من الطبخ ديالي، لان بزاف ديال الناس يقول لك نتوما عندكم خبزان، نتوما عندكم فروت بروفيسيونيل، وشوفوا الحلوه المعلقه اللي كتباع بالزنقه بزاف ديال الناس. يمكن نكبروها يمكن نصغرها، انا نعمل لكم من الحجم كبير تتقلبوا عليها، وتنخليوها ترتاح مزيان حتى تنشف، عاد ندخلوها الفران 150 160. ولكن بالنسبه لهذا الفران اللي عندي انا غنطيبها في 170، لا مازال غادي تزاد الحجم ديالها كما قلنا. نخليوها ترتاح واحد 25 دقيقة حتى تتنشف مزيان. راكم شفتو الطريقة، شوفوا الشكل ديالها كي غيولي ملي غنطيبوها. بقاو معايا، أنا راح حضرت لكم باغيت ديال المنزل، تنتسنى غير الفران يسخن. الفران خاصو يسخن على 230 درجة، يعني يكون سخن مزيان عاد نطرحو. هانتوما تشوفو الشكل ديالها، باقي عندي هنا شويه ديال العجينة، بقاو معايا. هاد الشويه ديال العجينة غنحضر منها من الحجم الصغير. ديجا حضرتها، ديجا حطيتها في قناتي، شوفو تبارك الله شحال ديال الكمية. ولكن كما قلنا راه ممنوع نقصو ليها السكر، هاد الحلوة هادي راه تتبغي السكر، راه تتجي حلوة هي في المذاق ديالها، وتتجي معلكة. شوفو تبارك الله شحال حضرت من 250 غرام ديال الكوك، يعني جوج الهين. تنخليوها تقريبا ترتاح 25 دقيقة حتى 30 دقيقة باش تنشف. بقاو معايا، غنمشيو دابا نطرحو الباكيت ديالنا. بعد ما ارتاحت الحلوة ديالنا تقريبا 25 دقيقة 30 دقيقة، كما قلنا الفران بالنسبة لهذا الفران ديال المنزل اللي عندي أنا جينيرال، غنطيبها في 170 درجة. وخا عندي هنا الباكيت، الباكيت راه طاب، ايه حطو لتحت ونقص من الحرارة. مازال عندي هنا واحد اللطا من الحجم الصغير، نخرج البغيط عاد ندخلها كما قلنا 170 درجة. بقاو معايا تشوفو النتيجة ديال هاد الحلوة هادي، راه تجي رائعة جدا. هي النتيجة ديال الحلوة هادي ديالنا، شوفو الحلوة ديالنا من الحجم الكبير جات الطوب، يعني جات رائعة جدا. شوفو الشكل ديالها بالنسبة للحلوة ديال الحجم الصغير، ولكن خصنا نخليو الحلوة ديالنا حتى تتبرد مزيان عاد نجمعها، راه دغيا تتحيد وتتسقم والو وتتجي معلكة.
هاي تنقصوها عرفتي راه هو في المذاق ديالها يعني راه ما نقول لكمش بالنسبه الحلوه من الحجم الكبير غير تبعوا الطريقه واسمعوا النصائح راه تنجح لكم هذه الحلوه هذه كما قلنا خاصنا نخليوها تبرد مزيان عاد نجمعوها بقاو معايا